مشاهدي قناة شوف تيفي، أهلا ومرحبا بكم في هذا البث المباشر من والمؤلم صراحة من مدينة الدار البيضاء. هذا بغينا نوجهوه كنداء القلوب رحيمة لداخل وخارج أرض الوطن، باش أنهم يتعاونوا مع هذه الأم هي والابنة ديالها بجوج بهم مرض بمرض القلب. كنعرفوا أن مرض القلب واحد المرض اللي خاص ديما الطبيب، ديما التحاليل، ديما الراديو ولا السكانير ولا شنو كيطلبوا ليها الأدوية اللي ديما، وأدوية اللي مخصهاش تحبس نهائيا. دابا حاليا هذه الأم كتبغى أن شي واحد من المحسنين أنه يدخل ويعاون ليها بنتها ويعتقها عليها ويعاونها حتى هي، حيت كتعيش ظروف جد صعبة، وهي مسكينة رغم المرض ورغم كل شيء كتقاتل وكتخرج وكتخدم في الميناج باش تخدم على وليداتها وتدخل لهم داك الطرف الخبز ما ياكلوا. السلام عليكم اختي، عليكم السلام ورحمة اختي شنو الله. المشكل اللي عندك انت والبنت ديالك اللي في عمرها 14 عام، وشنو نداءك للمحسن؟ المشكل ديالي هو اللي كنطلب من المحسنين داخل الوطن وخارج الوطن اللي يتعاونوا معايا، والله يسر امورهم والله يحفظهم. بنتي شنو المشكل اللي عندكم؟ المشكل اللي عندي هو انا مريضة بالقلب، والبنية مريضة بالقلب، والدواء صعيب جدا. عندكم وراثة؟ عندنا وراثة يا بنتي، اه والدواء صعيب بزاف ديال الطبيب، والطبيب اصلا هو باش تمشي عنده صعيب. عندك ما عنديش فلوس ديال الطبيب، يعني الطبيب انا من قبل كورونا، من يجي عندي داك السيد قلت لك اللي عاودت لك عليه، من قبل كورونا ما شفت حتى هذا العام. دابا كنعرفوا ان مرض القلب خاصك ضروري ديما مرض تمشي القلب صعيب، للطبيب وديما كل 3 شهور خاص الطبيب والتريتمون ديالك مراقبة، تكملي. تريتمون كل شهر، اها كل شهر خاصك الدواء كله يكون عندك. شنو وانا عندك في القلب؟ شنو المشكل اللي انا عندي عندكم؟ صمامة، عندك مشكل ديال الصمامات صمامة وبنتك؟ بنتي دايره لاباراي، حتى هي عندها المشكل ديال القلب، ما عندهاش يعني انا ما درتش ديك لاباري، ما يمكنش القلب يخدم. حتى هي دابا تاخد واحد دوت يجري الدم، عطاوه ليها حتى هي ولا تشربو، وخاصة جوج اطباء عندها، طبيب تيشوفها ديما والطبيب الاخر اللي فتح ليها تيشوفها من العام للعام. دونك اللي فهمت اختي بان ديما خاصك طبيب انتي ديما وبنتك. الطبيب ديالي خصو يكون، انا ديما شحال عندي باش ما طبيب، مشيش والبنية عندها التحاليل، ديما عندها التحاليل ديال شحال باش مشيش وش للطبيب انتي وبنتك دابا؟ 4 سنين، 4 سنين ما شفنا الطبيب، 4 سنين. 4 سنين. كيفاش كتحسي بنتك دابا الوضع الصحي ديالها؟ كتسخف ليا، كتسخف كتسخف يعني وليتي خايفة عليها؟ وانا تنغيب تنطيح في الزنقة يعني تنغيب. الوضع الصحي ديالكم غادي وكيتدهور في 4 سنين. ما كنشوفش الطبيب، والدواء ديالي غالي بزاف، ما يعني الدواء ديالي انا صعيب عليا باش ناخده، وانا غير يعني فهم ميناش كندير بريكولات عند الناس بحال هكا، وتمشي نخدم هنا نخدم هنا ندور هنا، يعني ما كاينش شي خدمه اللي هي غتدخلي منها واحد الصالير اللي غتعيشي منه. حنا المعيشه ما تنلقاوش باش نعيشو، قسما بالله اللي شان عظيم الله، اللي الله اللي مطالع بكل شيء، الله اللي راه عالم وعالي وعالم على كل شيء، وراهم يجيو عندي تال الدار ويشوفوا كل شيء كيفاش كنعيش الظروف. انا شنو محتاجه اليوم؟ شنو انا محتاج؟ محتاجه للمحسنين يتعاونوا معايا، محتاجه للمحسنين يتعاونوا معايا، انا ماشي مشكل اختي، محتاجه للمحسنين يتعاونوا معايا، الله يعمل صدر بيق يطيح الرحمه في قلوبهم ويجيو يتعاونوا معايا، لانني انا كنعيش واحد الظروف صعبه. تقريبا شحال كيخصك ديال الفلوس باش تمشي انت وبنتك للطبيب؟ الطبيب ديالي انا كيتقام بالتلفازه وبين التخطيط 24 الف، وبنتك شحال؟ وبنتي عندها بالتحاليل؟ هي بحال هكاك 24، واللي كيشوف اللي فاتح ليها كيشوفها من العام للعام 500 درهم من العام للعام، يعني ما غاديش نكذب، لان دوك الاطباء غيمشيو عندهم وغيسولوهم. وراه عندك ديجا الدوسي ميديكال ديالك والدوايات عندي، دونك راه كلشي الدوايات عندي، كاين. الدوسي عندي، كل شيء اللي بغاو يجيو يشوفوها مرحبا، اللي بغاو يشوفوها عندي مرحبا، واللي بغى يتعاون معايا عندي واحد الكريدي اللي بغاو يخلصوه ليه، مشيت عند الناس اللي كيتسالوني ويخلصوا. يعني فاش درتي لبنتك العملية الأولى بقيتي بقى عندي كريدي، كتسلفي؟ بقى عندي كريدي. شحال تقريبا في المجموع؟ عندي المجموعة راش غنقول لك، خاص تكون شي بعدها سيدة هنا في مبروكة تتسني مليون، وبنت اختي تتسني 180، وواحد سيدة تاهي من لافاميل تتسني مليون. هاد يعني الفلوس كاملين كنتي خديتيهم باش ديري لبنتك العملية؟ العملية ديال بنتي وباقي ما رديتهمش. اختي النداء ديالك والرقم ديالك ديال التليفون عافاك. الرقم ديال التليفون ديالي 06 10 31 23 60، ونداءك للمحسنين اللي قادرين انهم المحسنين انا يساعدوك. كنطلب من الله ومن المحسنين يدخلوا، بغيت ربي يسهل عليهم وييسر امورهم ويحفظهم، لانني كنعيش من ظروف صعبه صعبه، لانني ما نقدرش نمشي نطلب شي واحد نقول لي يعطيني، انا نطلب الله سبحانه وتعالى ولكن المحسنين. العلاج يعني انت دابا القوت اليومي ديالك كتخرجي دير الميناج كنخرج ندير كتجيبي ما الميناج، تاكلي وليداتك، ولكن العلاج العلاج ما مغلبك ما عندي، ما قدرك ما نقدرش، قدرتيش. يا صعيب الطبيب بزاف، ما نقدرش انا غادي ندير داكشي ديال الطبيب، يعني الطبيب غالي عليا بزاف،
يعني مشاهدي قناه ومتابعي قناه شوف تيفي، كنتمنى منكم انكم تبارطاجيو هذا اللايف، الله يجازيكم بخير، باش هاد السيده يوصل النداء ديالها القلوب رحيمه اللي سواء داخل او خارج ارض الوطن، باش تقدر انها تعالج هي والابنه ديالها اللي في العمر ديالها 14 عام. هاد السيده محتاجه للطبيب، محتاجه باش تمشي للطبيب هي وبنتها، محتاجه لتحاليل سكانيرات ياك اختي، هادشي اللي كاين دوايات، خاصها تقريبا كل شهر خاصك تمشي للطبيب. دونك كنتمنى والله يجازيكم بخير انكم تساعدوها وتعاونوها. الرقم خليناه لكم مشاهدينا هنا في لي كومونتير، وعاودي لي اختي الرقم. 06 10 31 23 60. يعني كيف ما شاهدتوا معنا المشاهدين، هذا هو الرقم ديال هذه السيده. كنتمنى منكم انكم تساعدوها، حيت هذه السيده محتاجه للعلاج فقط، هي والبنت ديالها عندهم مرض القلب، مرض يعني مرض مزمن بطبيعه الحال، ديما خاصك الدواء افي، ومرض وراثي. دونك راه دابا البنيته مسكينه 14 عام، راه محرومه من ابسط الامور، لدرجه الام ديالها كتخاف عليها، ما كتقدر لا تخرج لا تلعب لا حتى شي حاجه، كطيح كتسخف في الدار، دونك كتخاف بزاف. كنتمنى والله جزاكم بخير انكم تبارطاجيو هذا اللايف. وهنا مشاهدينا وبقى لي الى نوداكم، تلقاكم في بث مباشر اخر، موضوع اخر. السلام عليكم ونهاركم مبروك.